فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحسد خلق ذميم، خلق يهودي. ثم إن الحاسد إذا تمنى زوال نعمة الله على أخيه أو كره أن ينعم الله على غيره، هل ذلك يمنع نعمة الله على المحسود؟ أجيب لا. هل ذلك يزيد نعمة الله على الحاسد؟ أبدا. والله الحاسد قلبه حار كأنه على جمر، كلما رأى نعمة يغتم لا يهدأ له بال، ومع ذلك لن ينال خيرا. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. إذا رأيت الله أنعم على غيرك بمال أو علم أو صحة أو جاه أو أولاد أو غير ذلك، قل اللهم إني أسألك من فضلك، قل اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال عز وجل: واسأل الله من فضلك. أما أن تبقى مغموما محزونا كلما رأيت نعمة من الله على أحد اغتممت، فسوف تحرق نفسك. نعم. فأقول للأخت السائلة: كلما أحسست بشيء من الحسد فقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك كما أعطيت هؤلاء ألا تحرمني.